بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: الأهلي يختتم تدريبات اليوم استعدادا للمصري في نهائي الكاس. الأهلي والزمالك في ختام الدوري. وعشرين ألف مشجع في مباراة الأهلي والترجي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يخوض النادي الأهلي أولى مبارياته بالدوري الجديد موسم 2017-2018 أمام طلاء الجيش وفقا لقرعة الدوري والتي أجريت صباح اليوم في مقر اتحاد الكرة. كما حددت القرعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة 17-34 للدوري بناء على رغبة اتحاد الكرة والذي فضل إقامة المباراتين في الجولة الأخيرة من الدور الأول والثاني للدوري. حدد النادي الأهلي يوم 16 سبتمبر المقبل موعدا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وأوضح شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي أن إدارة النادي أرسلت خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد موعد المباراة والتي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب. تلقى النادي الأهلي خطابا من الجهات الأمنية يتضمن الموافقة على حضور 20,000 مشجع لمباراة الفريق مع الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم 16 سبتمبر المقبل. وأكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي أن الأمن كان قد وافق في البداية على حضور 5,000 مشجع قبل أن يرتفع هذا الرقم إلى 10,000 ثم 15,000 وأخيرا 20,000 مشجع. ومن المقرر أن يفتح الأهلي موقع التسجيل الإلكتروني للجماهير قبل اللقاء ب 72 ساعة من أجل حجز تذاكر اللقاء. خاض ثلاثي النادي الأهلي مروان محسن سعد الدين سمير وكريم ندف التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم، وذلك على هامش البرنامج الاستشفائي والخاص بكل منهم للتخلص من الإصابة. يعاني سعد سمير من شد في العضلة الأمامية بينما يشكو كريم ندفيد من إجهاد في العضلة الخلفية، ويغيب الثنائي عن نهائي كأس مصر غدا أمام المصري، بينما يواصل مروان محسن مهاجم الفريق تدريباته المنفردة وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الطبيب الألماني والذي أجرى له عملية الرباط الصليبي. منح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاثي الفريق حسين السيد عمرو بركات وعمر رضوان راحة سلبية من ميران اليوم للاعبين الغائبين عن مواجهة المصري في نهائي كأس مصر غدا. وحصل الثلاثي على راحة من التدريبات الخاصة بالغائبين عن مباراة نهائي الكأس غدا أمام المصري على أن يستأنف ثلاثي تدريباتهم في العاشرة صباح غد الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. يختم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمباراة المصري في نهائي كأس مصر والمقرر لها غدا الثلاثاء بفندق الإقامة بالإسكندرية. كان حسام البدري المدير الفني للفريق قد اصطحب معه 23 لاعب إلى الإسكندرية أمس للدخول في معسكر مغلق من أجل المباراة والتي يسعى الأهلي من خلالها للتتويج بلقب الكاس الغائب عن النادي. جماهير الأهلي تحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائن الأهلي منذ 10 سنوات. في التقرير التالي نسترجع ذكريات القلعة الحمراء في مواجهة المصري في نهائي الكأس. متابعة. حجز النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر بعد تفوقه على سموحة برباعية نظيفة في نصف نهائي بطولة كأس مصر في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب في الإسكندرية. ويواجه الأهلي صاحب الرقم القياسي برصيد 35 لقبا في بطولة كأس مصر في المباراة النهائية فريق المصري البورسعيدي الذي انتصر على الزمالك بهدفين دون رد بنصف نهائي الكأس. ولعب الأهلي ضد المصري في 21 مباراة بكأس مصر حقق خلالها أبناء القلعة الحمراء 14 انتصارا بينما تفوق الفريق البورسعيدي في 3 مرات وانتهت 4 لقاءات بالتعادل منها 3 كانت بنتيجة سلبية. وأحرز الأهلي 48 هدفا خلال 21 مباراة التي لعبها أمام المصري بينما سجل الفريق البورسعيدي 22 هدفا. ويعد مختار التتش هو هداف لقاءات الفريقين بالكأس برصيد 5 أهداف. ومن بين 21 مباراة بين الأهلي والمصري في الكأس تقابل الفريقان في 6 لقاءات نهائية وذلك منذ نشأة البطولة عام 21. وجاءت أول مباراة في موسم 26-27 وحقق الأهلي فوزا عريضا ب5 أهداف دون رد عن طريق حسين حجازي 2 ومختار تيتش 2 وممدوح مختار هدف. والمرة الثانية موسم 44-45 فاز الأهلي ب3 أهداف لهدفين سجلهما أحمد مكاوي 2 وهدف لحسين مدكور. والثالثة في موسم 46-47 فاز الأهلي بهدفين لهدف عن طريق فؤاد صدقي 2 للأهلي وحمدين الزمك هدف المصري. أما المرة الرابعة فكانت موسم 82-83 وفاز الأهلي بهدف نظيف سجله خالد جدلة. والخامسة في موسم 83-84 فاز الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف أحرز علاء ميهوب 2 وخالد جدلة هدف ومسعد نور للمصري. سمير فوزي جول الثالث للنادي الأهلي. والمرة الأخيرة كان في موسم 88-89 فاز الأهلي ب3 أهداف نظيفة عن طريق أيمن شوقي وطاهر أبو زيد وحسام حسن. روعة قوي هو رجله زي ما هو عايز وشوطة جامدة وبالعرض جوه الجول جوه الجول حسام حسن جوه الجول حسام حسن. وينتظر كل عشاق المارد الأحمر المباراة النهائية 7 بين الفريقين و51 للأهلي في كأس مصر وذلك يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. غدا بإذن الله يكون لقب غائب يستعيده المارد الأحمر والفريق الأول ونصر جديد يحسب لنادي الأهلي بإذن الله. قبل عودة الأخبار من جديد أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة الحكام أسماء طاقم حكام من النرويج لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غدا بين فريقي الأهلي والمصري. ويضم طاقم الحكام كل من سفين أودفار موان حكم ساحة ويعاونه كل من كيم توماس وماجنوس لاندبرغ والحكم الرابع المصري بدوي حميد. حريص
مسؤول مديرية أمن الإسكندرية على توضيح الشروط الخاصة بالمدعوين لإدارتي الأهلي والمصري لحضور نهائي الكأس غدا باستاد برج العرب بالإسكندرية خلال الاجتماع الأمني والذي عقد صباح اليوم. قال مسؤول أمني أن حضور المدعوين من الجمهور المسجلة أسماءهم في الكشوف سيكون من خلال بطاقة الرقم القومي فقط، ووافق الأمن على حضور 30 شخص من كل فريق فقط خلال مواجهة الغد، كما وافق الأمن أيضا على حضور 7 أفراد لغير من إدارة كل نادي. أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الموسم الجديد للدوري سيشهد توقف لمدة 30 يوم بسبب ارتباطات المنتخب. وأكد حسين خلال سحب قرعة الدوري صباح اليوم أن المنتخب لديه 3 ارتباطات مهمة، الأولى خلال الفترة من 1 حتى 10 من أكتوبر المقبل لخوض مباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، ثم توقف في الفترة من 4 وحتى 14 من فبراير لخوض لقاء غانا بتصفيات المونديال، وأخيرا التوقف في الفترة من 19 وحتى 27 من مارس المقبل لخوض مباراة النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة. الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. أعلن النادي الأهلي التعاقد مع تونسي شكري الجويني لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الترجي التونسي إلى الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. ووقع اللاعب على عقود انضمامه للأهلي عقب اجتيازه الكشف الطبي في حضور وكيله هشام بن صالح وعاصم السعدني مدير النشاط الرياضي ومحمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال واللواء خالد أبو زينة المدير الإداري للفريق. قال مروان هشام عضو مجلس إدارة نادي الأهلي والمشرف على فرق النشاط الرياضي أن التعاقد مع تونسي شكري الجويني لدعم فريق الكرة الطائرة رجال يمثل إضافة قوية للفريق قبل بداية الموسم الجديد. وأكد مروان هشام على أن خطة التعاقدات لفريق الطائرة تسير كما كان محدد لها من البداية، مشيرا إلى أن ضم الجويني جاء بعد التأكد من أن اللاعب سيكون إضافة قوية في الموسم المقبل. وأضاف هشام أن الجويني يعد من أفضل لاعبي المنتخب التونسي وفريق الترجي وأيضا من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية، لافتا إلى أن امتلاك اللاعب لخبرة أفريقية وتعوده على الأجواء العربية والأفريقية سيساعده بشكل كبير على التأقلم سريعا مع الأهلي. يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت سن 23 سنة اليوم الفريق التركي في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في منافسات
بطولة كأس العالم والتي تقام في الفترة من 18 وحتى 25 من أغسطس الجاري بالقاهرة. يخوض المنتخب التركي معسكرا مغلق حاليا بالقاهرة استعدادا للمشاركة في المونديال والذي يشهد مشاركة 12 منتخب وهم البرازيل، كوريا الجنوبية، المكسيك، الأرجنتين، الجزائر، اليابان، وإيران، وبولندا، وتركيا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف. وإلى الشأن العالمي، حيث قررت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد لمدة 5 مباريات. وتبدأ العقوبة من لقاء برشلونة بعد غد في إياب كأس السوبر الإسباني، وذلك بسبب تعديه على حكم مباراة الذهاب والذي أقيم أمس في ملعب كامب نو، حيث قام حكم اللقاء بطرد الدون لحصوله على انذارين ليتعدى صاروخ مدارا على حكم المباراة بعد إشهاره البطاقة الصفراء الثانية في وجهه. كما فرضت لجنة العقوبات غرامة قدرها 1750 يورو على ريال مدريد و 3805 يورو على رونالدو بسبب الهجوم على الحكم. وإلى متابعة أخبار الأهلي في صحف المواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. إعلان حالة الطوارئ في معسكر الأهلي. من الجمهورية 5 ملايين جنيه مكافآت للاعبي الأهلي. ومن المساء البدري يتمسك من زكريا. أما من الوفد، البدري يجهز خطة هجومية لموقعة المصري ويناور بورقة صالح. من المصري اليوم، الأهلي جاهز بالقوة الهجومية والدفاعية لانتزاع اللقب. ومن الوطن سبورت، سعد ومروان وندفدي يواصلون التدريبات التأهيلية. من الشروق، البدري يستقر على خطة وتشكيل المباراة ويفاضل بين مؤمن وصالح وحمود. ومن البوابة نيوز، اليوم الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لنهائي الكأس. أما من فيتو، فالليلة محاضرة فيديو تجهز الأهلي مواجهة المصري. من يلا كورة، الأهلي 20,000 مشجع أمام الترجي في دور الأبطال. ومن دوت مصر، البدري يمنح راحة إضافية لثلاثي الأهلي. أما من الأهلي دوت كوم، فالأهلي يواجه الجيش في افتتاح الدوري ويختتم مع الزمالك.
قبل نهاية هذه النشرة للوقوف على آخر استعدادات الفريق في سد برج العرب استعدادا للقاء المصري غدا. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. كريم احكي لنا عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة المصري غدا. ليك فيروز تحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يمكن استعدادات مكثفه كعاده للنادي الاهلي نهائي الكاس الاهلي والمصري، مباراه يمكن غايه في الاهميه لجمهور النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، لكن طبعا بطمنك بشكل كبير اللعيبه مركزه طبعا، شايفين كده من فندق الاقامه في حاله تركيز كبيره جدا فرضها الكابتن حسام البدري المدير الفني. يمكن طبعا كمان الكابتن حسام كان اتخذ قرار بمنع اللاعبين طبعا من مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن عامل طبعا حاله من الحفاظ الكامله جدا طبعا على الهدوء بالنسبه للاعبين، لاعبين يمكن كلها مركزه بشكل كبير جدا. كمان النهارده كان في محاضره فنيه صباحا بالنسبه للكابتن حسام البدري، في تكثيف للمحاضرات الفنيه، كابتن حسام النهارده هيقوم بمحاضرتين، محاضره فنيه يمكن انتهت فيها الساعه 2 ظهرا ومحاضره ايضا هتكون الساعه 10 مساء، كلها طبعا بتصب في نقاط القوه والضعف لفريق نادي المصري. فريق النادي الاهلي بيركز بشكل كبير جدا طبعا زي ما احنا عارفين، المباراه مهمه جدا ويمكن في خلال لحظات هيبدا المران طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، مران مهم النهارده هيكون بالنسبه للفريق. كابتن حسام البدري بيحاول بشكل كبير ان هو يضع الفريق في التركيز الكبير. يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، أكيد بعد قليل هينضم لكم زميلي يحيى حمزة ومن بعده استوديو النادي الأهلي استوديو التحليلي، هيكون في مزيد من الأخبار عن مواجهة غدا. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار أسد من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.